طيب احنا هنبدأ الأول التتبيلة بتاعت الفراخ الجريل. انا الفراخ مغسولة بالملح وخل، كل حاجة تمام؟ بملح وخل تمام. مغسولة. هي تقطعتها تخينة شوية وده اللي احنا محتاجينه؟ لا هي اكبر من الفراخ البني عموما. صح كده، لان انا شايفاها كصدور يعني. كأنها صدور. ماشي، يبقى نبدأ يا جماعة. ممكن نجهز المقادير بتاع صدور الفراخ بتاعتنا عشان برضه نبقى عارفين ايه المكونات بتاعتها والمقادير. طيب احنا هنحط خل مع سمير عصير طماطم. المقادير دلوقتي، لا عايزين مقادير، هي دي مقادير الصدور صح كده؟ تمام، مقادير الصدور. يلا، مع عصير بصل هحط فلفل اسمر معلقه. احنا معانا المقادير دلوقتي على الشاشه، مقادير فراخ الجريل الصدور مع معلقه كركم. كل بقى المقادير اهي مجهزه معانا عشان معلقه سبع بهارات، كزبره ناشفه معلقه، ماشي، بصل بودره معلقه، دي التتبيله بتاعت الصدور صح كده، معلقه وتوم بصل بودر وتوم بودر. تمام، تقريبا التوابل كلها عندنا في البيت يعني. وهحط علبه زبادي. ماشي تمام كده، هقلب. ينفع نقولهم نفتكر حطينا ايه؟ ملح، عصير بصل، ملح، عصير طماطم، عصير طماطم، خل، خل، سبع بهارات، فلفل اسمر، مستردة، كركم، كركم، كزبرة ناشفة. تمام، وبصل بودر وتوم بودر. بصل بودر وتوم بودر، دي التتبيلة بتاعت الصدور يا جماعة عشان بس نبقى عارفين. أنا كده جهزت التتبيلة، هنزلها على الفراخ. طب احنا المفروض هنسيبها وقت ولا هنبدأ بيها شغل؟ لا هنسيبها وقت، هنسيبها وقت. هنحطها في التلاجة. سيبها قد إيه بقى؟ هي بتقعد في التلاجة ساعة ساعتين بس. ساعة ساعتين طبعًا عشان وقت الهوا بتاعنا هنشتغل على طول، بس هو في العادي إن احنا نسيبها في التلاجة شوية، تقريبًا من ساعة لساعتين زي ما شيف ميخا بيقول، عشان تاخد التتبيله بتاعتها. تمام، ماشي، دي كده اول وصفه معانا. موضوع سهل، هي بس الفكره في الصدور مش ان هي زي البانيه، لان هي اتخن شويه يعني. احنا بنتكلم في انه السمك بتاع الفراخ نفسها اتخن شويه، وطبعا التتبيله سهله لحد دلوقتي. احنا المقادير عندنا في البيت سريعه، هنعرف نعملها بطعم حلو ولادنا هيحبوا. هي اكله صحيه عموما وخفيفه، والاطفال هي اللي بتحبها اكتر. احنا كده الفراخ استوت صح؟ خلاص، لونها حلوه قوي والريحه بتاعت التتبيله تجنن. انا الريحه بس لسه ما اكلتش. هشتغل في السبرينج رول دلوقتي كده، خلاص الشوربه معايا. ماشي، احنا ممكن نغطيها لو حابب عشان تلحق تغلي. اهم حاجه طبعا الخضار ده يستوي بتاعنا، وحطينا كل المقادير بتاعتنا والتوابل كمان اللي هتحلي الشرب. هنعمل بقى السبرينج رول الحلو صح كده؟ هجيب حلو حادق برضو معايا برضو. الحلو بتاعنا اهو طبعا. لفت الجلاش عندي، هنشتغل بقى على طول في الجلاش. هشتغل على الجلاش. هناخد السوا بتاع الفراخ، ويبقى كده الفراخ خلاص صح كده؟ انا هطلعها الفراخ خلاص دلوقتي، تقدم خلاص كده يعني. احنا الفراخ اسهل من كده مفيش، ما عندناش صدور، نستخدم اي حاجه عندنا، ممكن الشيش طاووق كمان. التتبيله بتاعت الفراخ نفسها اللي احنا عملناها السريعه دي تنفع مع الشيش طاووق، هتدي طعم وتست حلوه قوي. ممكن اطلعها خلاص، الفراخ استوت. يلا بينا.